أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لإصدار لوائح قانونية عاجلة تتيح دراسة سرعة ترحيل اللاجئين الذين تورطوا بجرائم في ألمانيا. واستهلت ميركل اجتماعا لهيئة إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالقول إن قطاعا كبيرا من طلبات اللجوء لن تتم الموافقة عليه. أكدت ميركل في تعليقها على الاعتداءات التي قام بها بعض اللاجئين على نساء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة، أكدت أن ما حدث يستدعي ضرورة إدخال تعديلات على القوانين. ويذكر أن ألمانيا سمحت بدخول أكثر من 1 مليون لاجئ ومهاجر خلال العام الماضي.